بسم الله الرحمن الرحيم. راح اليوم نتكلم عن الفصل الثالث اللي هو بيتكلم عن الاشتقاق وتعريف الاشتقاق وقواعد الاشتقاق. راح أبدأ إن شاء الله بالتعريف. التعريف بيقول عندي إذا كان عندي f of x، إذا كان عندي ال y كدالة بتساوي ال f of x اقتران في ال x طبعاً، وتغيرات الإكس من إكس واحد إلى إكس اثنين، يعني الإكس بتتغير على محور إكس من إكس واحد إلى إكس اثنين، فإن مقدار التغير في الإقتران هو دلتا إف. طبعا التغير في الإقتران مش في اللي هو الإكس، الإكس بتتغير من إكس واحد لإكس اثنين، تبعا إلها الإقتران بتغير من أف أوف إكس اثنين إلى أف أوف إكس واحد، أو من أف أوف إكس واحد إلى أف أوف إكس اثنين، وبالتالي مقدار التغير في هذا الاقتران على محور واي حنسميه دلتا اف. دلتا اف طبعا بنرمز لمقدار التغير في اللي هو الاكس بالرمز دلتا اكس، بمعنى انه الفرق بين الاكس واحد والاكس اثنين. لما نيجي نحكي عن اللي هو متوسط التغير في الاقتران، بنعرف انه متوسط التغير في الاقتران اللي هو اف اوف اكس بانه النسبة بين مقدار التغير في الاقتران دلتا اف ومقدار التغير في x، بحيث انه الدلتا x ما بتسويش صفر، بمعنى انه التغير هنا لو جينا اطلعنا هنلاحظ انه متوسط التغير في الاقتران f of x والتغير في قيمه على محور y هي على مقسومه على التغير في القيمه على محور x، بمعنى انه f of x2 ناقص f of x1 على x2 ناقص x1. طبعا لازم يكون انه x2 ما بتسويش x1 والا القيمه راح تساوي صفر. هذا بنسميه اللي هو متوسط التغير. بنفسره هندسيا بانه عندي لو اطلعنا على الشكل اللي موجود عندي، هذا محور واي، هذا محور اكس، هنلاحظ انه من اكس واحد الى اكس اثنين بتتغير القيمه، هنسميها التغير في اكس، التغير في اكس. واف اوف اكس اثنين من اف اوف اكس واحد الى اف اوف اكس اثنين هو مقدار التغير في مين؟ في قيمه الداله اف. لاحظوا هيات منحنى الاقتران اف اوف اكس. لو جينا أخذنا النقطة x1 مع النقطة f of x2 تمثل زوج مرتب على المستوى، هذه اللي هي النقطة الأولى اللي بتتقاطع مع اللي هو أو نقطة على اللي هو المنحنى. النقطة الثانية اللي على المنحنى أخذناها اللي هي ال x2 وقيمة الدالة ال f of x2، هذه الزوج المرتب الثاني اللي هو هذا بنسميه اللي هو النقطة الثانية على محور او على منحنى الاقتران. منحنى الاقتران زي ما انتم شايفين هو المنحنى. لو جينا اخذنا خط مستقيم بمثل اللي هو الخط المستقيم الواصل بين النقطتين، بين اللي هو النقطة الاولى والنقطة الثانية، هذا بنسميه اللي هو التان ثيتا، او بنسميه ظل الزاوية، زاوية ميل المقطع، ميل القاطع، زاوية ميل القاطع، هذا بنسميه القاطع، هذا بنسميه القاطع. لو جينا شفنا التان ثيتا، تان الزاوية ثيتا اللي موجودة عندي هنا اللي هو القاطع، بتقاطع مع مين؟ بقطع محور واي، وبتقاطع هنا مع محور اكس. هذا ظل الزاوية هذه هو التغير في الاف على مين؟ على التغير في الاكس، التغير في الاف على التغير في الاكس، وبالتالي اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. هذا بنسميه تفسير هندسي لمين؟ لا اللي هو ميل القاطع للمنحنى y f بتساوي f of x. تمام؟ في الحالة هذه في عندي، نيجي ناخذ مثال بسيط نوضح هذه الفكرة. لو بدينا قلنا أوجد متوسط التغير في الاقتران f of x بيساوي 3x زائد 2. عندما تتغير x من x بتساوي 5 أو x1 بتساوي 5 إلى x2 اللي بتساوي 5 و3 من 10. لاحظوا إنه مقدار التغير من 5 إلى 5 و3 من 10 هو فقط 3 من 10، وبالتالي بنيجي نقول متوسط التغير هيكون دلتا اف على دلتا اكس، اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1، هنعوض في قيمة الدالة اللي هي عندي اف اوف اكس 3 اكس زائد 2 بالقيمة مرة 5 والمرة الثانية بالقيمة 5.3، وبالتالي نيجي بنعوض عن هنا اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، بنجيب القيم هذه وبنعوض عنها بالطريقة هذه، حنلاحظ انه بنحصل على مقدار 9 من 10 على 3 من 10 اللي بيساوي كام؟ 3. اذا متوسط التغير عندي هنا بيساوي كام؟ 3. مثال رقم 2 بيقول لي اوجد مقياس زاوية ميل
مقياس زاوية ميل المستقيم القاطع لمنحنى الاقتران اف اوف اكس. إذا في عندي، نرجع للشكل الهندسي، عندي اف اوف اكس له شكل هندسي، اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1. عندما تتغير اكس من اكس 1 بتساوي 2 إلى اكس 2 اللي بتساوي 2.5، هنلاحظ إنه هنا ميل المستقيم القاطع زي ما عرفنا عنه إنه ظل الزاوية ثيتا او تان ثيتا بدها تساوي دلتا اف على دلتا اكس، فبنجيب الدلتا اف على الدلتا اكس اللي حتساوي بنعوض عنها زي ما قلنا في قيمه الاقتران عند 2.5 وعند الاثنين وبنطرحها من بعض على 2.5 ناقص 2 تطلع القيمه عندي كام؟ 2.5. اذا ظل الزاويه ثيتا او تان ثيتا حيساوي 2.5. نقدر نجيب اللي هو عن طريق اللي هو الاله الحاسبه، ممكن نجيب قيمة اللي هو التان انفرس أو ظل الزاوية المعكوس ل 2.5، هتطلع قيمة ثيتا هنا اللي هتطلع 68 درجة. 68 درجة. نيجي لحاجة اسمها معدل التغير، معدل التغير في الاقتران. إذا بنعرف، نيجي للتعريف مباشرة، احنا حددنا نقطتين طبعا على منحنى الاقتران اللي هي اكس 1 واف اوف اكس 1 واكس 2 واف اوف اكس 2، واكس 1 واكس 2 في بيناتهم حسبنا مسافه سميناها اللي هو الدلتا اكس. طبعا اليوم التعريف، هل لقيت التعريف؟ راح يحكي عن اللي هو لما تكون اكس 1 بتروح لاكس 2 او العكس، اكس 2 بتروح لاكس 1، بمعنى انه المسافه بيناتهم حتكون تقريبا او تقترب من مين؟ تقترب من الصفر. يعني الدلتا اكس بدها تروح، على حسب ما احنا كاتبين هنا، الدلتا اكس بدها تروح لمين؟ للصفر. فبنيجي نعرف معدل التغير في الاقتران على انه عندما تتغير اكس من اكس 1 الى اكس 2 على محور اكس، فانه نهايه متوسطه، نهايه ركزوا هنا، نهايه متوسط التغير، احنا جبنا متوسط التغير من شويه في الاقتران اف اوف اكس، عندما اكس 1 بتروح لاكس 2 او اكس 2 بتروح لاكس 1، بمعنى انه دلتا اكس بتروح لمين؟ للصفر، بمعنى انه المسافه تقترب من الصفر. إذا لو جينا اطلعنا في اللي داخل المربع هنا، نهاية لما الدلتا اكس بتروح للصفر، بمعنى انه المسافة بين اكس 1 واكس 2 تقريبا بتروح للصفر، أو لو كتبناها بصيغة ثانية انه اكس 2 بتروح لاكس 1، اكس 2 بتروح لاكس 1 هي نفس المعنى انه دلتا اكس بتروح لمين؟ للصفر. طبعا فوق عندي دلتا اف اللي هي اف اوف اكس 2 دائما ناقص اف اوف اكس 1. لو طلعنا اكس 2 هنا ناقص اكس 1، حطينا اكس 2 بتروح لاكس 1، اذا هذا بنسميه معدل التغير، النهايه لما الدلتا اكس بتروح لمين؟ للصفر. لو جينا اخذنا الدلتا اكس، اكس 2 ناقص اكس 1، عرفنا الدلتا اكس هذه او سمينا المسافه هذه سميناها اتش، نيجي نعطيها تسميه جديده اتش، وبالتالي من هذه المعادله اللي بنقول عنها اتش تساوي اكس 2 ناقص اكس 1، بقدر اخذ اكس 2 على صوره اكس 1 زائد اتش من هذه المعادله، وبالتالي بقدر اقول انه معدل التغير باخذ شكل جديد او شكل صوره ثانيه. شو هي الصوره الثانيه اللي باخذها؟ انه النهايه لما الاتش بتروح للصفر، بدل دلتا اكس بتروح للصفر، لو طلعنا في المربع دلتا اكس بتروح للصفر، صارت عندي اتش بتروح للصفر. عندي هنا بدل ما كانت اكس 2 هاخذ من هذه المعادله اكس 2 ايش حتساوي؟ اكس 1 زائد اتش، حطينا اف اوف اكس 1 زائد اتش ناقص اف اوف اكس 1 على مين؟ على اتش اللي هي سميناها الدلتا اكس، وبالتالي خلينا المعادله كلها او الشكل الصوره الجديده اللي عندي فقط عندي مين المتغير او عندي اللي هو قيمه اكس 1 او نقطه واحده في اللي هو المعادله. طبعا نيجي اللي هو بنسمي هذا اللي هو بنسمي هذا معدل التغير، بنقول انه في هذه الحاله يطلق على معدل التغير مصطلح المعامل التفاضلي الاول للاقتران، طبعا اف اوف اكس عند اكس بتساوي اكس 1، كما يسمى ايضا المشتقه الاولى للاقتران عند اكس بتساوي اكس 1. اذا عند نقطه معينه، عند اكس تساوي اكس 1، عند نقطه اكس تساوي قيمه معينه، بنقول انه هذه هي العامل او المعامل التفاضلي الاول للاقتران، يعني بمعنى المشتقه الاولى، بمعنى المشتقه الاولى. وممكن نعطيها الرموز اللي هو دي اف على دي اكس عند النقطة اكس تساوي اكس 1، او نعطيها الشكل اف برايم اوف اكس 1، او دي واي على دي اكس عند اكس بتساوي اكس 1،
هذه الأشكال كلها تعني اللي هو المشتقة الأولى، أو تعني اللي هو معدل التغير في اللي هو المنحنى عند نقطة على هذا المنحنى. نشوف المثال. بقول لي باستخدام تعريف المشتقة أوجد المشتقة الأولى للاقتران f of x بتساوي 2x زائد 1 عند x، هي القيمة x تساوي 3، بمعنى x تساوي أو x واحد عندي اللي في الشكل عندي تساوي كام؟ 3. طيب أنا بدي آخذ الرمز f برايم of x واحد، في الأول بشكل عام باخذها، بعدين بعوض عنها بقيمة الثلاثة. إذا هي نهاية لما الاتش بتروح للصفر، f of x واحد زائد h ناقص f of x واحد على مين؟ على اللي هو h. نيجي نعوض عنها بقيمة 3، وممكن أحل للآخر بقيمة x ومن بعد أعوض عنها بقيمة 3. إحنا هنا مباشرة عوضنا عنها من x واحد أخذناها بتساوي 3، إذا 3 زائد h ناقص ال f of 3 على h، هنعوض عنها في قيمة اللي هو الاقتران اللي عندي 2x زائد 1. فلما يكون عندي 3 زائد h يبقى هتصير عندي 2 في 3 زائد h زائد اللي هو مين؟ 1 ناقص 2 في اللي هو 3، طبعا عندي الاف اوف 3 ناقص 2 في 3 زائد 1 على اللي هو المقدار او القيمه اتش. هيطلع عندي، هنصف هذا المقدار ونعوض في اللي هو الجمع او نجمع المقدار البسط، هنلاحظ انه بيساوي 2 اتش على مين؟ على اتش. هنختصر اتش مع اتش، هيظل عندي الليمت لا اللي هو عند الاتش بتروح للصفر للقيمه 2، وبالتالي بيساوي 2، بيساوي 2. إذا قيمة المشتقة أو باستخدام أو عرفنا باستخدام تعريف المشتقة، المشتقة الأولى للاقتران f of x تساوي كام؟ تساوي 2 عند النقطة x تساوي اللي هو x واحد اللي بتساوي كام؟ 3. طبعا نيجي هلقيتها اللي هو التفسير الهندسي لمعدل التغير. طبعا احنا هتفرق عن التفسير الهندسي لا اللي هو متوسط التغير شغلة بسيطة، انه عندي بدل اكس 2 ناقص اكس 1 هناخذ نقطتين على المنحنى، انا لا هناخذ نقطه واحده او نقطه تقترب من نقطه بحيث انه المسافه تكون بيناتهم صفر، فهنسميه ميل المماس. ميل المماس هذا الخط المستقيم، لو رجعنا للصفحه اللي قبل اللي هو التفسير الهندسي هنلاحظ على نرجع للشكل هذا، هنلاحظ انه هذا الخط اللي هو سميناه القاطع، هذول النقطتين لو اقتربن جدا من بعض، اقتربن جدا من بعض بحيث انه اكس 2 بتساوي اكس 1 او اكس 1 بتقول لاكس 2، اذا المسافه هذه حتصفي الدلتا اكس حتصفي كام؟ حتصفي تقريبا او تصل الى مين؟ الى الصفر. اذا وصلت الى الصفر حيصير الخط القاطع هذا او النقطتين يقتربن جدا من بعض، الخط القاطع حيصير مماس لهذا المنحنى، حيصير مماس لهذا المنحنى. لذلك لما اخذنا النهايه، لما اخذنا النهايه لما الاكس 2 بتروح للاكس 1 بطلنا نكتب اللي هو دلتا اكس، هنسميه اللي هو زي ما قلنا ميل القاطع، حيصير ميل مماس، حيصير ميل مماس، مماس لهذا المنحنى. وبالتالي القاطع حيتحول الى مين؟ الى مماس. ف نرجع للي هو التفسير الهندسي لمعدل التغير، بنقول انه ناخذ المثال على طول مباشره وبنسميه قلنا ميل المماس، كان عندي هناك ميل القاطع، حلقيت اصبح عندي لما صارت الاتش بتروح للصفر او الدلتا اكس بتروح للصفر، اذا اصبح عندي اللي هو صار مماس. وبالتالي لما نيجي نقول اوجد ميل المماس لمنحنى الاقتران عند او اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع ناقص اكس زائد 1 عند النقطه كام؟ 2 و3، 2 و3 الواقعه عليه، اذا عند النقطه الواقع على مين؟ على منحنى الاقتران. اذا هنيجي بالمشتقه الاولى اللي هي f برايم اوف اكس 1، هنعوض عنها اللي هو بالقانون تبعها عند قيمه اللي هي اكس بتساوي كام؟ 2، عند الاكس بتساوي 2. اذا f اوف 2 زائد h ناقص f اوف 2 من خلال تعريف الاقتران حيطلع عندي القيمه، هنعوض عنها بهذا الشكل، هنضلنا مستمرين في الاختصار والجمع لعند ما نصل ل اتش زائد 3 اللي حتساوي 0 زائد 3 اللي حتساوي كام؟ 3، اللي حتساوي كام؟ 3. اذا عند النقطه اكس بتساوي 2 لاحظنا انه ميل المماس بيساوي كام؟ بيساوي 3. اذا هذا من خلال معرفتنا للتفسير الهندسي للقاطع، وبالتالي هو نفس القاطع هو اصبح مماس لمين؟ للمنحنى عند نقطه
اكس بتساوي اكس واحد، اللي هي رقم اللي اخذناها في المثال بتساوي 2. طيب نعرف اللي هو مشتقة الاقتران. قلنا مشتقة الاقتران بالنسبة لمتغير اكس، الاقتران بشكل عام الان لمتغير اكس هو اقتران سميناه ايش؟ الاف برايم، واللي اعطينا قيمته بالعلاقة انه اف برايم بيساوي اللي هو النهاية لما الاتش بتروح للصفر للاف اوف اكس زائد اتش ناقص اف اوف اكس بشكل عام، طبعا يعني مش عند نقطة معينة الان، بشكل عام على مين؟ على اتش، بشرط طبعا وجود نهاية، بشرط وجود نهاية. لو اخذنا الاتش زي ما قلنا، الاتش هي اصلا المسافه بين اكس واحد واكس اثنين او الدلتا اكس. لو عرفنا غيرنا بس صيغه شكل المعادله بحيث انه ناخذ اللي هو اكس زائد اتش، لو اخذناها فوق هنا الاكس بشكل عام زائد اتش سميناها زد في التعريف، هنغير بس شكل الصيغه مش اكثر. اذا زد بتساوي اكس زائد اتش، هنلاحظ انه في التعريف اف اوف زد صارت هنا، هنا اف اوف اكس زي ما هي، لكن هنا الاتش ايش صارت؟ من المعادله هذه الاتش حتساوي زد ناقص اكس، هي زد ناقص اكس. هنا بدل ما هي كانت اتش بتروح للصفر، ما دام الاتش بتروح للصفر يبقى الزد بدها تروح لمين؟ للاكس. من هذه المعادله الاتش بدها تروح للصفر، فزد ناقص اكس بتساوي صفر او بتروح للصفر خلينا نقول، فهي نفسها الزد بتروح لمين؟ للاكس. فقط عوضت عنها بشكل مختلف او بشكل اخر، حتى نقول انه عند نقطة معينة بعد هيك حنعرف انه الزد بتروح او الاكس بتروح عند لنقطة معينة. وهذه صيغة طبعا ابسط في التعامل منها لايجاد المشتقة باستخدام التعريف. حنشوف المثال اللي عندنا هنا ونشوف كيف حنستخدم هذه اللي هو القيمة. بقول لي في المثال اوجد المشتقة الاولى للاقتران اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع، ثم اوجد الان بشكل عام حنوجد المشتقة عند اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع، بعدين راح اوجد اللي هو المشتقه الاولى لمين؟ عند النقطه كام؟ 3. اذا بشكل عام اف برايم اوف اكس هي الليمت لما الزد بتروح للاكس اف اوف زد ناقص اف اوف اكس على زد ناقص اكس. وبالتالي من خلال تعريف الاقتران انا حتصير زد تربيع ناقص اكس تربيع على زد ناقص اكس. البسط نلاحظ انه هو فرق بين مربعين، اذا بنقدر نفصله زد ناقص اكس في زد زائد اكس على زد ناقص اكس. حنختصر هذا المقدار مع هذا المقدار اللي هو زد ناقص اكس، حيضل عندي زد زائد اكس اللي حيساوي طبعا لما الزد بتروح للاكس حنعوض عنها او حنشيل الزد ونحط بدلها اكس، فحيصير عندي اكس زائد اكس حيساوي كام؟ 2 اكس. الان نيجي لقيمه اللي هو المشتقه عند كام؟ طالبها في المثال عند النقطه اكس بتساوي كام؟ 3. اذا بشكل عام الاقتران اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع مشتقته اللي هي بتساوي كام؟ 2 اكس. طب مشتقته عند النقطة اكس تساوي 3، اذا حتصير اف برايم الان بنعوض عنها مباشرة، اف برايم اوف 3 حتساوي 2 في 3، 2 في اكس يعني. فالاكس تساوي 3 ف 2 في 3 بيساوي 6. في عندي الان بعض قوانين الاشتقاق حتى ما نضلناش نستخدم التعريف في كل ما بدنا نجيب مشتقة لا 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 لدالة أو لاقتران، وعند نقطة بدنا نضطر نستخدم القانون. فإحنا في عندنا من خلال هذا القانون في عندنا بعض القواعد استنبطناها من خلال هذا القانون. لاحظنا إنه أول قاعدة بتقول عندي مشتقة الاقتران الثابت، بقول لي مشتقة الاقتران الثابت اللي هو دائما باستمرار بيساوي قيمة ثابتة، فمشتقته بتساوي صفر، مشتقته بتساوي صفر. على سبيل المثال المشتقة الأولى للقيمة 5 حتساوي صفر، لجذر 2 بتساوي صفر، للناقص نص حتساوي صفر. نشوف القاعدة الثانية، القاعدة الثانية بقول لي مشتقة القوى الصحيحة الموجبة، إذا كان عندي n عددا صحيحا ما بيساويش الصفر، وكان اللي هو f of x بيساوي x أس n، يعني عند المقدار هذا عدد صحيح وما بيساويش طبعا الصفر، فإلا المشتقة تبعته مشتقة الدالة أو الاقتران f of x هيساوي n في x أس n ناقص 1. إذا طرحنا قيمة مقدار واحد من مين؟ من اللي هو الأس اللي عندي. في عندي القاعدة رقم 3، إذا كان عندي اللي هو الاقتران مضروب في قيمة، الاقتران مضروب في قيمة ثابتة، فبنلاحظ إنه مشتقة الاقتران أي اقتران مضروب في قيمة ثابتة حتكون القيمة الثابتة خارج هذا الاشتقاق، ومن ثم بنشتق قيمة الدالة وبنضربها في مين؟ في اللي هو قيمة الثابت. وبالتالي مشتقة سي
في الاف اوف اكس حتساوي اللي هو سي برا في مشتق اثنين الاف اوف اكس. نعطي مثال بسيط عليها، هي عندي دي على دي اكس او التفاضل اللي هو 2 اكس اس 3، هنلاحظ انه الاثنين قيمه ثابته، حنطلعها برا، حنشتق الاكس اس 3 اللي هي 3 اكس تربيع، حنقول 2 في 3 بيساوي 6 اكس تربيع، وبالتالي الاثنين دائما بنطلعها برا قيمه، برا الاشتقاق، وبنضربها في قيمه الداله بعد الاشتقاق، الاقتران بعد الاشتقاق. في عندي مجموع اقترانين، فاذا كان عندي مجموع أو في عندي اقترانين اف اوف اكس وجي اوف اكس، او قدرت اقسم الاقتران الى حاصل جمع اقترانين، وهذا من قبيل انه بيسهل علي عمليه الاشتقاق، فانا في الحاله هذه بقدر اقول انه مشتقتي الاول زائد مشتقتي الثاني، او مشتقه مجموع الدالتين بيساوي مشتقه الاول زائد مشتقه اف يعني. يعني بمعنى انه دي للاف زائد جي اوف اكس الاثنين مع بعض حيساوي مشتقه الاول زائد مشتقه الثاني اللي هو اف برايم اوف اكس زائد جي برايم اوف اكس. في عندي مثال، اوجد مشتقه الاولى للاقترانات الثانيه، في عندي جي اوف اكس 5 ناقص 3 اكس تربيع، وفي عندي اف اوف اكس بيساوي اكس تكعيب زائد 2 اكس اس 5. إذا ناخذ الأول هذا ونشوف إنه حاصل جمع اقترانين، ممكن أعتبره، ممكن أعتبره اقتران واحد وأشتغل على طول مباشرة لأنه سهل هذا مش معقد. فعندي الـ f برايم اوف اكس حتساوي 3 اكس تربيع مباشرة، أخذنا واحد من الأس، زائد 2.5 اكس أس 4 اللي حتساوي اللي هو 3 اكس تربيع زائد 10، أو 2 ضرب 5 عفوا، 2 ضرب 5 لأنه 3 في اللي هو 2 أس 5، فالخمسة بتنزل تحت بصير عندي أنا فوق اكس أس 4، ف2 في 5 بتطلع كام؟ 10 اكس أس 4. طبعا والمثال الثاني سهل. في عندي مشتقة القاعدة الخامسة، حاصل ضرب اقترانين، حاصل ضرب اقترانين، فبكون عندي إذا كان عندي اف وجي اقترانين قابلين للاشتقاق بالنسبة لإكس طبعا، فإن الاف اوف اكس في الجي اوف اكس يكون قابلا أيضا للاشتقاق بالنسبة لإكس. فإذا كان عندي اقترانين، بمعنى القاعدة بتقول كالتالي، إذا عندي اقترانين وهذول الاقترانين عندهم القابلية للاشتقاق، يعني يمكن اشتقاقهم، فإن حاصل ضربهم أيضا قابل للاشتقاق في اللي هو بالنسبة للإكس. ف طبعا وبكون عندي القاعدة اللي هو دي على دي إكس لحاصل ضرب دالتين أف في جي أوف في جي أوف إكس هيساوي طبعا مقدار الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الجي اوف اكس يعني الاف اوف اكس كدالة زي ما هي اخذناها مضروبة في الجي برايم اوف اكس زائد اللي هو الثاني الدالة الثانية او الاقتران الثاني الجي اوف اكس مضروب في مشتقة اللي هو مين؟ الاقتران الاول اف اوف اكس. يعني حاصل ضرب اقترانين اف اوف اكس جي برايم اوف اكس زائد جي اوف اكس اف برايم اوف اكس. تمام؟ نشوف مثال على هذا الكلام. هي عندي هنا اف اوف اكس مثال بعطيني اياه، اكس تربيع ناقص 5 اكس مضروب في اكس اس 3 زائد 1. هنلاحظ انه عندي هنا ممكن اقسمهم لحاصل ضرب دالتين او اقترانين، الاقتران الاول طبعا قابل للاشتقاق اللي هو اكس تربيع ناقص 5، والاقتران الثاني اكس اس 3 زائد 1 ايضا قابل للاشتقاق. فلو افترضت انه هذول ضمنا هن حاصل ضرب اقترانين، فان الاف برايم اوف اكس هيساوي مقدار الاول في مشتقة الثاني، مشتقة الثاني كام؟ 3 اكس، الواحد طبعا مشتقته صفر، فالثلاثة والاكس تكعيب مشتقتها كام؟ 3 اكس تربيع، فبصير عندي اكس تربيع ناقص 5 في 3 اكس تربيع زائد اكس اس 3 اللي هو المقدار الثاني مضروب في مين؟ مضروب في اللي هو 2 اكس، 2 اكس ليش؟ لانه الخمسة مشتقتها كام؟ صفر، والاكس تربيع مشتقتها 2 اكس، بصفي هذا المقدار بحصل على المعادلة النهائية. لما نيجي لمشتقة القسمة أو خارج القسمة اقترانين، بقول لي إذا كان عندي اقترانين أيضا قابلين للاشتقاق بالنسبة لمين؟ لإكس، وبشرط عندي كمان إضافي إنه الجي أوف إكس اللي هو المقام ما بيسويش صفر، المقام ما بيسويش صفر، فإن الأف أوف إكس على الجي أوف إكس كدالة قابلة للاشتقاق بالنسبة لإكس، وبكون عندي اللي هو قيمة الاشتقاق هذا بتساوي إنه بتساوي مشتق او قيمه الداله الاولى المقام او مشتقه البسط، خلينا نقول بشكل عام نبدا فيها، مشتقه البسط مضروبه في المقام ناقص مشتقه المقام مضروبه في مين؟ في البسط. اذا هنبدا بمين؟ باشتقاق البسط ونضربه في مين؟ في المقام،
ناقص مشتقة المقام مضروبة في البسط على مربع المقام، على مربع المقام كاقتران، كاقتران. نشوف المثال هنا عندي، هي عندي حاصل اللي هو قسمة اقترانين اكس تربيع ناقص واحد على اكس تربيع زائد واحد. هنلاحظ انه مشتقتي الاول اللي هو 2 اكس مضروبة في مين؟ في المقام اكس تربيع زائد واحد ناقص مشتقة اللي هو المقام اللي هي 2 اكس مضروبة في مين؟ في اللي هو اكس تربيع، اكس تربيع ناقص واحد، اكس تربيع ناقص واحد. نشوف الآن اللي هي مشتقات الاقترانات المثلثية. مشتقة الاقترانات المثلثية، طبعا الاقترانات المثلثية معروفات عندي هن الساين والكوساين والتان والسك والكوسك والكوتان. 6 اقترانات، 3 رئيسيات وثلاثة اللي هو بيعتمد عليهن أو اللي هو مقلوبهن. هنيجي نشوف إنه الساين إكس مباشرة مشتقتها كوساين اكس على حسب قانون اللي هو مين؟ التعريف، على حسب التعريف، باستخدام التعريف هنلاحظ انه لو اشتقينا باستخدام التعريف هنلاحظ انه الساين بتساوي كام؟ كوساين. اذا هذه القاعدة، القواعد كلها مشتقة من او مستنبطة من خلال التعريف، من خلال التعريف لهذه الدوال. اذا التان حتكون سك تربيع، الكوساين ناقص ساين، الكوساين ناقص ساين، السك اللي هي سك تان، الكوسيك ناقص كوسيك اكس، كوتان اكس، الكوتان ناقص كوسيك تربيع. لاحظ انه جميع الالكترونات تبدا بحرف، هذا طبعا ملاحظه بس يعني من باب اللي هو خلينا نقول انك تعمل كودينج او كود لانك كيف تحفظ هذه اللي هي المشتقات حتى ما تنساها. كتب لك انه اللي بتبدا بحرف السي مشتقاتها سالبه، زي الكوساين، زي الكوساين والكوسيك بتكون، والكوتان بتكون ايش؟ اللي هي سالبة، حتى ما تنساش، بس مجرد نوع من اللي هو الترميز. عملية كودينج حتى تقدر يكون عندك القدرة على حفظ هذه اللي هي المشتقات. في عندي مثال بقول لي أوجد المشتقة الواي برايم إذا كان عندي الواي بتساوي 3 إكس زائد كوتان الإكس. طبعا الكوتان الإكس هي ال 3 إكس مشتقتها كام؟ 3، لأنه الإكس الأس تبعها 1 وبالتالي بصير الأس تبعها 0. لما تنزل 1 في 3 بضل 3، فالاكس مشتقتها 3 اكس مشتقتها كام؟ 3. الكوتان مشتقتها ناقص كوسيك تربيع للاكس، هذا مباشر طبعا. في عندي مثال ثاني بيقول لي اوجد دي واي على دي اكس، او هي واي برايم هنا في المثال، دي واي على دي اكس نفس الشيء، او جينا حكينا الاف برايم اوف اكس، الاف برايم اوف اكس. طبعا الداله اللي عندي او الاقتران اللي عندي ساين الاكس كوساين الاكس. لاحظوا انه حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب دالتين، فحنقول الاول في مشتقة الثاني، في مشتقة الثاني، مشتقة الكوساين ناقص ساين زائد الثاني كوساين الاكس في مشتقة مين؟ الأول مشتقة الساين كام؟ كوساين، وبالتالي بتساوي ناقص ساين تربيع للاكس زائد كوساين تربيع للاكس. في عندي مشتقة أو مشتقة الاقتران المركب اللي هي قاعدة السلسلة بنسميها، قاعدة السلسلة. خلينا نشوف التعريف. بقول لي إذا كان عندي واي بتساوي اف اوف 4، اف اوف 4 والاربعه او اف اوف يو، عفوا الواي بتساوي اف اوف يو واليو عندي هي جي اوف اكس. لاحظوا انه اليو اللي في داخل الاف هنا اللي هي متغير مستقل تعتبر بالنسبه للداله واي، هي متغير مستقل او للداله اف، فهي هنا متغير تابع، متغير تابع لمين؟ للاكس. هنا الاكس هو المستقل والتابع مين؟ هو الواي، والتابع هو الواي اللي هو الجي. هنا نفس الشيء، هنا عندي اليو هو المستقل والواي هو التابع، وبالتالي فان الاقتران اف اوف جي اوف اكس اللي هي اصلا سميناها اليو اللي هي بتساوي الواي، بنسميه هذا الاقتران اقتران ماله؟ اقتران مركب. حنكتبه بالشكل انه واي تساوي اف او جي، اف او الجي، بمعنى انه تقرا اللي هي كومبوزيت او اقتران مركب، ويقرأ F بعد الجي، الاف بعد الجي. بيتم اشتقاق هذا الاقتران المركب حسب القاعدة التالية. بنشتقه انه لو كان عندي اف او جي على كمتغير مستقل للاكس، طبعا الجي اوف اكس هي تعتبر الدالة يو، اللي اف اوف يو بدنا نشتقها بالنسبة لمين؟ للاكس. فبصير عندي الدي على الدي اوف، على الدي اوف اكس، على الدي اكس، هيكون عندي اف على الجي اوف اكس.
وبالتالي مضروب فيه كمان ايضا اللي هو دي على دي اكس لمين؟ لا، اللي هو الداله الداخليه الجي اوف اكس، الداله الداخليه او الاقتراض الداخلي اللي هو مين؟ اليو. بالنسبه لمين؟ لا الاكس. لاحظوا انه اليو هو اصلا متغير تابع في مين؟ في الاكس. فلما يجي نشتقه بالنسبه للاكس له اشتقاق وله قيمه، وله اشتقاق وله قيمه. هنا نيجي نشوف اذا نقدر نكتب الاف او جي برايم على الاكس حتساوي الاف برايم على الجي اوف اكس، نشتق الاف بالنسبه للجي اوف اكس كداله، ومن بعد نشتق الجي اوف اكس نفسها اللي هي جي برايم على او الجي برايم اوف اكس، وممكن بعد هيك نشتق لو كان في عندي الاكس ايضا متغير تابع في داله ثانيه انها متغير مستقل بقدر اكتبها كمان مره واشتقها كحاصل ضرب فيها. اذا لو جينا طلعنا ناخذ المثال حيوضح لنا الصوره اكثر. الاف اوف اكس ساين اكس تربيع زائد 3 اكس. لاحظ انه اكس تربيع زائد 3 اكس بدي اعتبرها مين؟ على حسب القاعده بدي اعتبرها اللي هو الجي اوف اكس كداله في الاكس، والساين هي كداله في مين؟ كداله في تابع لمين؟ متغير تابع لمين؟ لا اللي هو الاكس تربيع زائد 3 اللي سميتها جي اوف اكس، هسميها يو على سبيل المثال، فبصير عندي ساين اليو. هذا بسميه كله ايش؟ الاف اوف اكس. فلما اجي اشتقها هشتق الدالة الأصلية اللي هي الساين، فحصير عندي دي على دي اكس للساين اللي حتساوي كام؟ كوساين اكس تربيع زائد 3 كلها مع بعضها بدي اعتبرها يو. في مشتقة اللي هو مين؟ اللي هو الداخل يو نفسه، هذا اللي سميناه يو، مشتقته اللي هو ايش؟ 2 اكس. اذا بصير عندي 2 اكس في كوساين تربيع زائد 3. ببساطة نقدر نقول بنشتق الدالة وبنشتق ما بداخل الدالة على اعتبار انه متغير مستقل لدالة لنفس الدالة اللي بدي اشتقها، لنفس الدالة اللي بدي اشتقها. اذا في عندي ملاحظة، لما نشتق الاقتران المركب الاقتران نشتق الاقتران الخارجي مع بقاء الاقتران الداخلي كما هو، ثم نضرب الناتج في مشتقة الاقتران الداخلي. هذا تقريبا تلخيص للي انا حكيته من شوية، انه بنشتق الاقتران الخارجي وبنخلي الاقتران الداخلي زي ما هو، بعد هيك بشتق الاقتران الداخلي وبضربه في اللي هو الاقتران الخارجي اللي اشتقيته. لو كان عندي اللي هو ناخذ المثال هذا، لو كان عندي انه الاف اوف اكس بتساوي جي اوف اكس الكل اس ان، إذا هشتق مين في الأول؟ هشتق الاقتران الخارجي، بمعنى إن هشتق الاقتران الخارجي اللي هو جي اوف اكس اس ان، إذا حاجة أقول ان في جي اوف اكس اس ان ناقص واحد. الآن بضل عندي مين؟ بضل عندي الاقتران الداخلي اللي هو الجي اوف اكس اللي هو قلنا عنه هذا متغير تابع لمين؟ لا الاكس، والاكس هو المتغير المستقل، إذا بدي أضطر أشتقه كمان مرة، إذا حيصير عندي الجي برايم ايش؟ اوف اكس مضروب في اللي هو المقدار الأول اللي أنا عندي، هضرب في مشتقة اللي هو ما بداخل اللي هو الدالة. في عندي مثال اكس تربيع زائد واحد الكل اس خمسة، اذا هشتق في البداية هشتق الاكس تربيع زائد واحد الكل اس خمسة، اللي هتكون عندي خمسة في اكس تربيع زائد واحد الكل اس اربعة. الان بتبقى عندي مين؟ كاقتران داخلي الاكس تربيع زائد واحد، هذا دالة، هذا متغير، هذا دالة بدي اعتبرها بسميها الجي اوف اكس، الجي اوف اكس او بسميها اليو، هذه اليو دالة في مين؟ في الاكس، ايضا لها اشتقاق، اشتقاقها بيساوي كام؟ 2 اكس. اذا بصير عندي اللي هو 10 اكس في اكس تربيع زائد 1 الكل ايش؟ اس 4. المشتقات العليا كانه بقول لي بدل ما اشتق مره هشتق مرتين وثلاثه، هشتق مرتين وثلاثه. بنحاول نحل التمارين اللي على الفصل الثالث ونشوف اللي هو كيف بتطلع معنا الناشر. تطبيقات على الاشتقاق للقراءه فقط، يعني تحاولوا تقراوهن، ما مش راح اعرج عليهم كثير او مش راح احكي عنهم كتطبيقات. راح ادخل مباشره على الاول على اللي هو تعريف اللي هو التكامل في الباب الخامس، اللي هو تعريف التكامل. طبعا احنا حكينا عن التفاضل اللي هو ايجاد الميل او ميل اللي هو عند نقطه على المنحنى او بسميه ظل الزاويه او ظل ميل المماس أو ميل المماس أو ظل القاطع. من خلال ظل القاطع طبعا هنشوف التكامل الآن إيش كيف بصيرته. هنعرف في الأول حاجة اسمها المشتقة العكسية. تعريف المشتقة العكسية، في عندي إذا كان عندي اقتران F
الاف اوف اكس او اقتران، بحيث ان الاف برايم اوف اكس بيساوي ايضا داله. يعني اذا اشتقينا اخذنا اقتران، عرفنا اقتران مثلا اكس تربيع، تمام، الاكس تربيع هذا داله، مشتقته لو جينا قلنا بتساوي 2 اكس، اذا اول 2 اكس ايضا هي برضه مين؟ اقتران. فلو جينا عرفنا او اخذنا اقتران الجي اوف اكس او الاف برايم اوف اكس بيساوي، سميناها المشتقه طبعا ال 2 اكس اللي حكيت عنها في المثال تو، بدي اسميها جي اوف اكس، فان الاقتران اف يسمى المشتقه العكسيه للاقتران جي. يعني الاقتران اف اللي هو الاكس تربيع، الاف اوف اكس لو اخذنا مثال اكس تربيع مثلا، نيجي هنا من خلال المثال حنوضح اكثر. الاقتران عندي 3 اكس تربيع، المشتقه العكسيه اصلا له المشتقه العكسيه هو اكس اس 3، بمعنى انه الاكس اس 3 لو اشتقيتها هتطلع 3 اكس تربيع. اذا المشتقه العكسيه للاقتران 3 اكس تربيع اللي هي هذه، هي هذه المشتقه، هي هذه الاف برايم اوف اكس. المشتقه العكسيه له او الاصل تبعه حيكون عندي اكس اس 3. فقال لي لو اخذنا هنلاحظ انه الاكس زائد واحد، هنا لو اخذنا المثال هذا اكس زائد واحد حيكون المشتقه العكسيه تبعته نص في اكس تربيع زائد الاكس مشتقتها مين؟ واحد، ناقص كاتب ناقص واحد. لاحظوا هنا في المثال على كاتب المشتقه العكسيه تختلف عن بعضها فقط في قيمه الثابت. بصفه عامه انه الثابت هنا، مشكله الثابت هنا انه لما اشتقه ايش بتحول؟ تحول لصفر، وبالتالي قديش قيمته انا ما بعرف. بصفه عامه نيجي نقول هنا فان الاقتران جي اوف اكس الاصل اللي هو او الاقتران نص اكس تربيع زائد اكس زائد مين؟ زائد سي ثابت. هنا في هذا المثال حطيناه ناقص كام؟ ناقص واحد. طيب انا ممكن احط ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، قيمة ثابت، قيمة ثابت. كيف اعرفه؟ طبعا بعرفه بحاجة اسمها اللي هو initial condition او شروط مبدئية عشان اقدر اطلع الثابت، هذا مش موضوعنا. حيث قيمة، طبعا قيمة ثابت بنسمى يسمي عائلة المشتقات العكسية للاقتران اف اوف اكس، تمام. اذا ايش ما يكون عندي السي يعتبر برضه كله مشتقته، كل هذا اي هذا تعتبر هذه العائله كلها باي متغير للسي، باي قيمه للسي هيكون مشتقتها ايش؟ اكس زائد واحد، اكس زائد واحد، هذا الاقتران الموجود، وبالتالي هذا مجموعه المشتقات العكسيه كلها لها اشتقاق واحد اللي هو اكس زائد الاكس زائد واحد. نيجي نعرف الان من خلال المشتقه العكسيه بدنا نعرف حاجه اسمها اللي هو التكامل غير المحدود، التكامل غير المحدود. بنعرف انه الاف اقتران له مشتقه عكسيه، اف اوف اكس، اي اقتران له مشتقه عكسيه. المشتقه العكسيه هذه حسميها اف كابيتال اوف اكس على فتره معينه على محور اكس طبعا، من الى، من اكس 1 لاكس 2، من قيمه كذا الى قيمه كذا، بنعرفها طبعا من خلال اللي هو في خلال السؤال دائما بتكون عندي معرفه. عائله المشتقات العكسيه للاقتران اف على الفتره اي هي الاقتران اف اوف اكس زائد سي. لانه اذا كان عندي الاقتران له مشتقه عكسيه، هذه المشتقه العكسيه ما حتكون عائله لانه في عندي السي هنا ثابت. قديش قيمته انا ما بعرف لانه اشتقاقه لما اشتقها بيشتق لصفر. وبالتالي هي الاقتران اف اوف اكس زائد سي، حيث سي تسمى ثابت، وتسمى التكامل غير المحدود للاقتران اف على الفتره اي، ونعبر عنه بالرموز كالتالي. اذا تكامل الاقتران اف اوف اكس المشتقة العكسية له اف اوف اكس زائد مين؟ زائد سي. قديش قيمة السي هذه؟ الله اعلم، قيمة ثابتة. المهم انه هذه كلها مع بعضها بتشكل عائلة مشتقات عكسية لمين؟ للاقتران اف اوف اكس. نشوف مثال. بقول لي اوجد تكامل 4 اكس اس 3، ال 4 اكس اس 3 المشتقة العكسية له اللي هي اكس اس 4، المشتقة هي اكس اس 4 المشتقة العكسية، مشتقة او نعلم انه مشتقة الاكس اس 4 هي 4 اكس، وبالتالي المشتقة العكسية للاقتران 4 اكس اس 3 اللي هو موجود عندي هنا هي ايش؟ اكس اس 4 زائد مين؟ زائد سي. اذا التكامل تبعه بنقول عنه 4 لل 4 اكس تكعيب دي اكس بتساوي 4 اكس اس 4 زائد سي. قديش قيمة السي؟ هنا قيمة ثابتة، خذ اي قيمة ثابتة بتقدر بيطلع معك اللي هو التكامل صحيح، لانه لو اشتقيت هذه القيمه السي حتكون بتساوي ثابت. حناخذ مباشره ندخل على قواعد طبعا زي ما حكينا السي هذه ممكن تحصل عليها ببعض الشروط المبدئيه، بتحصل عليها وبتجيب قيمتها، لكن مش موضوع، مش محل دراستنا الان. نيجي ناخذ قواعد التكامل. قواعد التكامل اول قاعده تكامل الكي،
الكي هذا ثابت، تكامله حيكون كي في اكس، كي في اكس زائد طبعا مين؟ زائد سي زائد قيمة الثابت. طبعا الكي هي تنتمي للأعداد الحقيقية ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. أنا بديش أقول تكامل الصفر، الصفر صفر، المهم ده ما فيش إله عندي هنا شغل، وبالتالي الكي ما بتسويش صفر، فتكامل الكي اللي هو دي اكس كي في اكس زائد سي. نشوف مثال على هذا الكلام، الثلاثة ايش تكاملها حيكون؟ كثابت 3 اكس زائد سي، جذر 2 ثابت، جذر 2 اكس زائد سي، الناقص 5، ناقص 5 اكس زائد سي، الواحد اكس زائد سي. نشوف القاعدة الثانية، تكامل الاكس اس ان، الاكس اس ان، طبعا الان ما بتسويش ناقص واحد لانه حتتحول حتصير واحد على اكس، وهذا حندخل فيه اللي هو تكامل اللي بيساوي اللين واللوغاريتمات والشغلات هذه، وبالتالي الاكس ما بدناش ناخذها بتساوي كام، الان بدناش ناخذها بتساوي ناقص واحد. فالتكامل تبعها لاحظ ايش بده يساوي، اكس اس ان نفسها اس ان زائد واحد على ان زائد واحد، على ان زائد واحد، هنا اكس اس ان زائد واحد بس، حاولوا تضيفوها على ان زائد واحد، اذا بضيف واحد على الـ على الـ على بضيف واحد على اللي هو الاس على مقدار اللي هو مين؟ مقدار الاس نفسه زائد سي، وبالتالي نيجي هنا اكس هنعدلوها، هنيجي الاكس هتطلع اكس تربيع اللي هي واحد زائد واحد على مين؟ على 2 زائد سي، الاكس اس 3 هتصير اكس اس 4 على مين؟ على 4، الاكس اس ناقص 3 لما تضيف لها واحد بتصير اكس اس ناقص 2 على مين؟ على ناقص 2 زائد سي. نيجي للقاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة اللي هو حاصل ضرب ثابت في تكامل الاقتران هيكون هو نفسه الثابت لو طلعناه برا التكامل بيمشي الحال، وبصير عندي تكامل الاقتران لحاله. ناخذ مثال تكامل 2 في اكس اس 3 دي اكس هيساوي عندي اللي هو 2 اكس اس 3 دي اكس، الاثنين هتطلع برا، فاكس تكعيب دي اكس هيساوي 2، طبعا الاكس اس 3 هتصير اكس اس 4 على 4 زائد اللي هو السي اللي هيساوي نص في اكس اس 4 زائد سي. هنا 2 اكس طبعا الاثنين هتطلع برا، الاكس هتكون اكس تربيع 2 زائد سي اللي هتساوي اكس تربيع زائد سي. القاعده الرابعه انه حاصل تكامل او توزيع عمليه الجمع والطرح على مين؟ على اللي هو اقترانين، فحيكون تكامل الاقتران الاول ناقص او زائد الاقتران الثاني، ناقص الاقتران الثاني. ملاحظه هامه، لا توجد قاعده لتكامل حاصل ضرب او خارج اللي هو قسمه اقترانين، وعليه فلا يجوز توزيع التكامل في حالتي الضرب والقسمه، تمام؟ لا يجوز توزيع التكامل في حالتي الضرب والقسمه. لا يجوز توزيع التكامل في حالتي الضرب والقسمة، ولكن توجد طرق للتغلب على هذه المشكلة. طبعا في هنلاحظ انه بنشتغلها بالطريقة هذه، نشوفها كيف الآن، في لها عدة طرق في التكامل يعني. اكس ناقص واحد بقدرش اقول هلقيت تكامل اكس ناقص واحد في تكامل اكس زائد ثلاثة حاصل ضرب، لا يجوز الكلام. اذا بحاول اضرب المقدارين في بعض واعمل تكامل للمقدار مع بعضه اللي هو اكس تربيع بصير اكس اس 3 على 3، 2 اكس بتصير اكس تربيع على 2 في 2 بتصير عندي اكس تربيع، وناقص 3 اكس زائد طبعا مين؟ السي. هذا نفس الشيء المقدارين بحاول اتخلص من اللي هو الجزء اللي في المقام بحيث اني اعمل تكامل بهذا الشكل. هنختصر اكس زائد 2 مع اكس زائد 2 بضل عندي اكس ناقص 3 اللي هي حتكون اكس تربيع 2 ناقص 3 اكس زائد سي. في عندي الاقترانات المثلثيه، وطبعا كله من خلال اللي هو القواعد بنقدر نجيب، او من مفهوم التكامل بنقدر نجيب لو بعض الاقترانات المثلثية. حنلاحظ انه في عندي الساين تكاملها ناقص كوساين، والكوساين ساين، تكامل السك تان هي سك، الكوسك كوتان ناقص كوسك، الكوت والتان من مش طالبهن الى موضوع اخر، مأجلهن لموضوع اخر. نيجي لطرق التكامل، في عندي حاجة اسمها اول طريقة في طرق التكامل كيف ابدأ اكامل، اللي هو التكامل بالتعويض، التكامل بالتعويض. كيف بالتعويض؟ انه في عندي اللي هو اذا كان عندي دالة او اقتران مركب، خلينا نقول U بتساوي الجي اوف اكس، وهذا الاقتران قابل للاشتقاق ومداه هو الفترة I، يعني له مدى وله قيمة، انه الاقتران نفسه له مدى، بمعنى انه حيكون معرف على فترة، لانه حيكون اليو الان هو العامل المستقل في اللي هو الاقتران الاف، الان في اقتران الاف المستقل
المستقل هو العنصر المستقل هو مين؟ اليو الجي اوف اكس، وبالتالي انا بدي اشتغل على اللي هو فتره اللي يكون معرف فيها المدى تبعه، المدى اللي هو اليو، الاكس بيختص في مين؟ في اللي هو المجال، المجال، اما اليو الها المجال المقابل او المدى، وبالتالي لازم يكون المدى معرف لليو على فتره. اذا حنيجي نطلع على تكامل الاف على الجي اوف اكس في الجي برايم اوف اكس دي اكس، هي نفسها كاني بقول انه هذا المقدار كله بدي احوله لمين؟ لدي يو، لدي يو، وهنا عندي الاف اوف يو. اليو هي الجي اوف اكس، فمشتقتها لو جينا نطلع دي يو على دي اكس اشتقها بهذا الشكل، دي يو على دي اكس هتساوي مين؟ دي يو على دي اكس هتساوي الجي برايم اوف اكس، بشتق اليو هنا من هنا، اليو بتساوي الجي اوف اكس، اذا مشتقتها دي يو على دي اكس هتساوي الجي برايم اوف اكس، وبالتالي اضرب طرفين في وسطين، فالدي يو لحالها هتساوي جي برايم اوف اكس دي اكس، حاصل دار الطرفين في وسطين، وبالتالي بعوض عنها في القاعده هذه، جي برايم اوف اكس دي اكس هي نفسها الدي يو، وهنا في عندي الاف اوف يو. طيب نطبق هذا على مثال، المثال بيقول لي 3 اكس تربيع في اكس اس 3 زائد 5 اس 9 دي اكس. لحظه لو جينا اخذنا المقدار هذا اللي في داخل الاقواس، اخذناه اللي هو اكس اس 3، اكس اس 3 زائد 5 اس 9، اخذنا اللي في داخل الاقواس سميناه يو. طبعا هذا داله هي الجي اوف اكس، هذه الداله اللي هي اكس اس 3 زائد 5 بقدر انا اشتقها بالنسبه للاكس، فجيت اشتقيتها هنا وصارت عندي دي يو على دي اكس بتساوي 3 اكس تربيع. حاصل ضرب طرفين في وسطين، الدي يو لحالها بتساوي مين؟ 3 اكس تربيع في دي اكس، 3 اكس تربيع في دي اكس. نرجع للمثال، نرجع للمثال، 3 اكس تربيع، لاحظوا 3 اكس تربيع دي اكس، اذا هذه كلها بقدر احط اشيلها واحط بدلها مين؟ احط بدلها اللي هو الدي يو. اذا حنيجي اعوض هذا المقدار الان، التكامل هذا المقدار اللي في الداخل سميته يو، انا هاي فرضته يو، اذا يو اس 9 بدها تصير عندي، وهذا المقدار اللي ضايل كله بدي اسميه دي يو، فيو اس 9 دي يو تكاملها كام بالنسبه للمتغير يو الان اصبح عندي، وهذا المتغير مع مش المدى او الان اصبح متغير مستقل اليو، وبالتالي بدي اشتقه او بدي اكامله بالنسبه لمين؟ لا اللي هو الدي يو، اذا حيطلع عندي يو اس 10 على 10 زائد سي. بقدر ارجع الان قيمه اليو من خلال الداله اكس اس 3 زائد 5 اللي انا فرضته من الاساس اس 10 على 10، تمام؟ اذا في الحاله هذه انا بقول فرضت مقدار بحيث اني اتغلب واسهل شكل المتغيرات اللي عندي اللي اقدر اكاملها، اللي اقدر اكاملها. وبعدين بعد ما اخلص تعويض بقدر ارجع القيمه اللي فرضتها في اللي هو الخطوه الاخيره من اللي هو السؤال. طيب نيجي نشوف ساين ال 3 اكس دي اكس. لو جينا اخذنا اليو بتساوي 3 اكس، فرضنا هذه يو، هذه اللي هي الداله بدي اعتبرها هي اللي هي يو. طيب لو اشتقيت اليو بالنسبه للدي اكس، دي يو على دي اكس هتطلع بتساوي 3، حاصل ضرب طرفين في وسطين بيطلع الدي يو بتساوي 3 دي اكس، الدي يو بتساوي 3 دي اكس. طب الدي اكس لحالها، هذه لحالها ايش بتساوي؟ من هذه العباره هتطلع بتساوي ثلث دي يو، ثلث دي يو. اذا الثلث هذا مقدار ثابت، لاحظوا المقدار الثابت دائما بيطلع خارج التكامل، بيطلع خارج التكامل. نرجع نعوض في المثال، اذا ساين 3 اكس دي اكس بدها تساوي ساين اليو في دي اكس، قديش طلعت معنا بتساوي؟ ثلث دي يو، ثلث دي يو، الثلث بتطلع برا، بتطلع برا التكامل. فضل عندي ساين يو دي يو، الساين معروف تكاملها، الثلث طلعت برا، الساين تكاملها ناقص كوساين، يبقى ناقص ثلث في كوساين اليو زائد سي. الان بقدر ارجع اليو لاصلها واقول ايش؟ انه اليو بتساوي 3 اكس، بقدر احطها في الخطوه الاخيره ناقص ثلث كوساين 3 اكس زائد سي. طبعا نيجي لتعريف اللي هو ليش احنا قلنا انه الان في من شويه حكيت انه الان ما بتساويش صفر لما تكامل الاكس هون ما بتساويش صفر، لانه لو ما بتساوي صفر بدها تصير عندي اكس اس ناقص 1، اللي عفوا ما بتساويش ناقص واحد، لو بتساوي ناقص واحد الان معناته بصير عندي واحد على اكس، او الواحد على اكس تكامله هيساوي مين؟ هيساوي اللي هو مش بيخضعش للقانون العادي اللي هو نجمع له واحد، لانه هيصير عندي اس صفر، وبالتالي مش هيصير عندي اي قيمه. اذا واحد على اكس تكامله بيطلع عندي اللي هو لن الاكس، والاكس ما بتساويش، والاكس ما بتساويش صفر، بمعنى طبعا وهذه اللي هي القيمه المطلقه للمتغير المستقل، المتغير المستقل.
نيجي نشوف إذا كان عندي قاعدة بقول لي إذا كان البسط دائما هو مشتقة المقام. البسط إذا طلعت فيه لقيت إنه بيساوي مشتقة المقام، والمقام ما بيساويش صفر، فهذه على طول مباشرة بتساوي للأف أوف إكس. لاحظوا إنه هنا الإكس مشتقتها بتساوي واحد، مشتقتها بتساوي واحد، وبالتالي أصبح عندي الناتج لن القيمة المطلقة لمين؟ لا الإكس. هان نفس القصة، إذا البسط هو مشتقة المقام فإنه لن القيمة المطلقة لمين؟ لا الدالة، لا اللي هي اف اوف اكس. نيجي هنا مثال بسيط على هذا الكلام، 2 اكس على اكس تربيع ناقص 1، اشتق لي المقام شوف ليش بيطلع معك، بيطلع 2 اكس. إذا مش البسط هو دائما هنا في الحالة هذه، البسط عندي مشتقة المقام، إذا على طول مباشرة باخذ لن القيمة المطلقة للاكس تربيع ناقص 1 زائد سي، ما ننساش السي دائما في الحل تبعنا. هان نفس القصة، 2 اكس زائد 1، لو جينا اشتقينا المقام هنلاحظ انه المقام بيساوي 2 اكس زائد 1 مشتقته، وبالتالي البسط هو مشتقة المقام، اذا لن المقام مباشرة زائد سي زائد سي. في عندي اللي هو تان الاكس، وكوتان الاكس هتساوي ناقص لن، هنا المرة ما حكيناش عنهن قبل هيك، قلنا نأجلهن هنحكي فيهم بعدين. اذا تان الاكس هو ناقص لن كوساين الاكس زائد سي، والكوت الاكس دي اكس بيساوي لن الساين اكس زائد سي. نيجي الان نعرف التكامل المحدود، التكامل المحدود عشان قيمه السي، لانه انا بدي اتخلص من قيمه السي، مش دائما بدي انا اظل اكتب زائد سي، بدي اعرف القيمه هذا الثابت، قيمه الثابت هذه قديش. وبالتالي لو جينا عرفنا اخذنا تعريف بنقول اذا كان عندي اقتران اف متصل على الفتره من A الى B مغلق، وليكن هذا الاقتران هو مشتقة عكسية للاقتران F، يعرف الاقتران المحدود للاقتران F من A إلى B. لاحظوا اقتران قلنا محدود، تكامل صرنا نحط عليه من A إلى B، إذا F of X هيكون عندي ال F of B ناقص هو ال F of A. طبعا هذا الاقتران F هو مين؟ المشتقة العكسية، بنجيب المشتقة العكسية بنعوض عنها مرة بال B ومرة مين؟ بال A، وبنطرحهم من بعض. ناخذ مثال على هذا الكلام، بده تكامل من 1 إلى 3، إذا هذا بنسميه تكامل محدود، هلا فيش سي عندي، هلا حنجيب قيمة السي الآن. 1 زائد اللي هو من 1 إلى 3، فـ 3 إكس تربيع حنعوض في الأول نجيب اللي هو المشتقة العكسية تاعتها اللي هي قديش؟ إكس أس 3. من وين لوين؟ من 1 إلى 3، إذا مرة عندي الواحد الإكس أس 3 بصير 3 أس 3 ناقص 1، الواحد هذا أس 3 اللي حيساوي 27 ناقص 1 ويساوي 26. إذا في عندي كمان من صفر لبيعة 2، البيعة 2 هي تقريبا 90، إذا كوساين الإكس، إذا في الأول بدي أجيب تكامل الكوساين اللي هي بتساوي ساين الإكس، وبعدين أعوض عنها بالقيمتين من صفر إلى بيعة 2، إذا ساين البيعة 2 ناقص ساين الصفر، ساين التسعين بتساوي 1 ناقص ساين الصفر بتساوي صفر بيساوي 1. خواص التكامل المحدود تقريبا نفس الإيش؟ نفس الشيء، اللهم في إنه في عندي بدنا نعوض في قيمة اللي هو الاقتران العكسي من الـ A أو من الـ B للـ A. طبعا عندي هنا K مقدار ثابت، الثابت بيطلع برا، فالـ X هتطلع تكامله K في X، طبعا الـ X هتكون عندي B ناقص A، مرة هنعوض عنها بالـ B ومرة بالـ A، فهتصير عندي B ناقص A في K. في عندي اللي هو حاصل جمع أو طرح اقترانين، نفس الشيء حنقدر نفصلهن، حاصل ضرب K في اقتران الـ K برا، وبنعوض عن التكامل، بنجيب قيمة التكامل من A لـ B لحال، تكامله من A لـ A لأنه هطرح الاقترانين العكسيين من بعض عند ال A وال A حيطلع ايش معي؟ صفر. من B ل من A ل B لو جينا قلبناها من A من B ل A حنحط إشارة اللي هو السالب. طبعا من A ل B لو جينا أخذنا من A ل C نقطة أخذناها في فترة من A ل B، من A ل B فترة، لو أخذنا نقطة في المنتصف سميناها C، فهيصير عندي بقدر أفصل اللي هو التكامل هنا إلى شقين، إنه التكامل من A ل C زائد تكامل من C إلى B على طول الفترة A B و C. هنشوف الأمثلة اللي موجودة عندي، هنشوف الأمثلة الموجودة عندي هنا. في عندي مثال، المثال الأول بيقول لي تكامل الخمسة من 1 إلى 3، الخمسة طبعا على القاعدة الأولى مباشرة 5 في 3 ناقص 1 اللي هتساوي 5 في 2 بيساوي 10. من 2 ل 4 التكامل هنعوض في الأول في التكامل هيكون X تربيع زائد X، وبعدين بنعوض عنها مرة بالأربعة، كل المقدار f of x الكابيتال اللي هو المشتقة العكسية f of x، x بتصير عندي 4 تربيع زائد 4 ناقص 2 تربيع زائد 2،
بيساوي 16 زائد 4 ناقص 4 زائد 2 وبيساوي اللي هو كام 14. في عندي هنا اللي هو مقدار ثابت الخمسة، بقدرها كامل بدون الخمسة برا، وبكامل المقدار اكس تربيع اللي هو اكس اس 3 على 3، وبعوض من 2 من ناقص 1 ل 2، وبضرب في مين؟ في الخمسة. في عندي هنا اخر قاعدة اللي انا بدي اياها او بدي اركز عليها، انه عندي من ناقص 1 لمين؟ لواحد. لاحظوا انا بدي اقسم التكامل انا الان، من ناقص 1 لواحد فترة، بيجي الصفر في المنتصف، فبقدر اقول من ناقص 1 لصفر، من ناقص 1 لصفر، ومن صفر لواحد هي نفسها من ناقص 1 لمين؟ لواحد. بقدر اكامل هذا المقدار لحال وهذا المقدار لحال. مقدار هذا تكامل هذا المقدار اللي هو 3 اكس اس 3 طبعا، بكاملها من ناقص 1 لصفر، والاكس اس 3 برضه من صفر لواحد، وبعوض عن المقدارين بيطلع معي الناتج. الان التكامل هذا عندي في خمسة، كونه من خمسة إلى خمسة، إذا حيكون عندي بيساوي مباشرة بيساوي صفر. حاولوا تحلوا التمارين هذه، وبنتواصل إن شاء الله على اللي هو بعض، إذا في أي أسئلة أو في أي استفسارات عندي.